بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الظالمين. ندعو شباب البحرين الغيارة وكافة أبناء الشعب للهبة الجماهيرية من أجل تحرير نساء المعتقلات في سجون نظام آل خليفة المجرم، وندعو الجماهير الشعب للمشاركة في الاستفتاء الشعبي المنظم من قبل القوى الثورية المعارضة في البحرين وتفعيل كافة خيارات المقاومة المدنية في يوم العصيان المدني.